ده احط له رشه ملح. مثل ما انتم شايفين بلش يستوي عشان يدوب. هون في عندي رشه بقدونس هيك مجرد بس لون وخلص على السكب. نقطع، شايفين الجبنه مع بندوره والبيض، ويا سلام رهيبه هاي الوصفه. خلي لك خبزه كامله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحضر فطور صباحي ان شاء الله، او ممكن نعمله على العشاء. بيض مع بندوره وشويه بقدونس، وفي عندي فلفله. والله الطريقه كثير سهله ان شاء الله. خليكم معنا وتابعوا الفيديو للاخير، وان شاء الله الوصفه راح تنال اعجابكم. هون في عندي شويه بقدونس على بفرمه، 5 حبات بيض بدي اكسره مباشره هون واخفقه مشان يكون عنا جاهز. وخلص بدي ارش فوقه رشة ملح، في عندي رشة فلفل اسود بس هيك. بدي اخلطه وخلص. هيك البيض صار معنا جاهز، بس مجرد رشة ملح ورشة فلفل اسود حطينا. بدي ابلش افرمهم. بدي افرمهم هيك متوسطات، لا يعني خشنين ولا ناعمين هيك. هون في عندي 3 حبات بدي هيك قطعهم لشرائح رفيعة. ايه هالمرة بدك تفرشي معنا. ايه هيك بدنا نحط طبقة. هدول هن مكونات وصفتنا لليوم ان شاء الله. بيض مخفوق مع بقدونس وفلفل احمر مقطع وبندورة شرائح قطعتهم هيك رفع، وفي عنا كمية من الجبنة. ونروح على الغاز. هون في عندي 2 ملعقة زبدة، زبدة حيوانية عم بستخدم. هيك دابت عنا الزبدة تقريبا. وهلا بدي احط الفلفل وبدنا نقلبه لحتى يعني هيك تستوي يتغير لونه هيك، بس مجرد 2 3 دقائق وخلص. وخلص هيك الفلفل صار معنا تمام. وهلا بدي احط البندورة كلها كمية هيك مع بعض، بدنا نقلبه لأني بدي احط له رشة ملح لحتى ننكه البندورة. ورشة خفيفة فلفل أحمر، شايفين بلش فيه؟ ايه ما بيطول هدول رفع. هلا بهاي المرحلة نحن فينا نشيل هدول القشرة، قشرة البندورة. هيك بتطلع بكل سهولة لأني بلشت هيك تستوي، شايفين؟ بينشال بكل سهولة. قطعهم مشان اذا الواحد يعني بده ياكل يعني هيك ينشال معه بكميه مناسبه، ما يجي هيك قطع كبيره. عم بحاول اهرسه هيك يعني. هلا كل الاكل الواحد بحط على حسب رغبته، مو اجباري الواحد يلتزم نفس يعني الوصفه. وهلا خلص بدي احط البيض، اعمله هيك صفقه. وخلص بدي اغطيه، بدي اوطي عليه النار لحتى ياخذ راحته بالسوا، يستوي بشكل منيح. غطيتها وهيك لمجرد 1 2 دقائق وبدي احط الجبنه ان شاء الله. ومن بعد مرور الدقيقه هون في عندي كميه من الجبنه مبشوره بدي احط. موزاريلا ما هي؟ لا هذا اشقوان. اشقوان ايه. مثل ما انكم شايفين بلش يستوي مشان يدوب، مشان يدوب ويعني تدوب الجبنة وتستوي البيض ويكون يعني بنفس الوقت يستوي بنفس الوقت. اي والله طبعا هي الجبنة مكون اختياري، فينا نستغني عنه اذا ما توفر او اذا ما بنحب. وخلص بدي اسكر عليه لبين ما يستوي البيض، يكون داب عنا الجبنة بصير عنا جاهز. وخلص استوى معنا، بدي اطفي النار. استوى البيض وداب كل الجبنة. وهون في عندي رشة بقدونس هيك مجرد بس لون، وفي عندي رشة فلفل أحمر. فلفل أحمر بس هيك مجرد لون بس. وخلص، صحتين ألف عافية.
وخلص على السكب. والله هاي الطبق صغير صغير شوي، بس هذا أكبر شيء عندي. في عندي غير نوعية بس أنا بحب هات، طبعا ما في مشكلة. مش الحال مش الحال، بس عايز هون فلفل. الشكل لحاله حكاية. ما شاء الله هاي الوصفة كتير بتشهي ولذيذة، ويعني ومكوناته كلها متوفرة بالبيوت إن شاء الله، بس الجبنة بجوز ما يعني يتوفر بكل بيت. بتمنى تجربوها وتنال إعجابكم إن شاء الله. نقطع، شايفين الجبنة مع بندورة والبيت، ويا سلام بتشهي القلب. اي والله صحتين ألف عافية. خلي هالولاد يجي ياكلوا، نقول بسم الله. والله فينا يعني نحضره على العشاء كمان، بصير على الغداء كله يعني نعمة الله. بأي وقت إن شاء الله. بأي وقت فينا يعني نحضره. شايفين شطة الجبنة والبندورة مستوية والبيض، ما شاء الله وصفة بتشهي. بسم الله. رهيبة هي الوصفة. إن شاء الله أنت كمان تجربوها وتنال إعجابكم. وهون في عندي بيض بلدي، بدي اللي اشتريناه من السوق، بدي أحضره هلا. لنشوف ان شاء الله يطلعوا. بتقلي ما هلا انا ما بسق، بدي اكسر وحده وحده واحطهم هون، بدي اقلي ان شاء الله. بسم الله. لا تزيد ان شاء الله يكون هلا الواحد ما يخاطر. حط له رشه ملح. ابو محمد عم يقول لي كميه الملح قليله. هلا الله الكميه قليله مناسب هالكميه. انا هلا حسسته انه زودنا الملح. لا لا والله ان شاء الله يطلع يعني. لا لا انا لسه هيك ناقص. بدك ترش فوقه كمان. ايه اكيد. خليني اخلطه مشان يطلع كل اللون اصفر، اللون ذهبي كله مثل بعض. ايه ومشان يطلع اطيب واطيب عم بستخدم زبده الحيوانيه، ترياق، والله الكميه كبيره بس الطويه كمان كبيره. بلشنا تقليب. بلشت مسك. هلا الفكرة هون مو أنا بعلمكم كيف يعني تقلوا البيض، عم نورجيكم فطورنا اليوم شو عم نحضر وشو عم ناكل. فطورنا اليوم. إيه فطورنا اليومي المعتاد طبعا، كلكم بتحضروا الفطور بهاي الطريقة. استوت خلص، بدي أطفي النار. ما شاء الله لونه حلو. ورشة فلفل كمان. رشة فلفل وبقدونس. وصلى الله وبارك. وصلى الله وبارك وألف صحة وعافية. وهي رشة بقدونس. بس هيك للون. وتعوا كلوا ماما، تعوا الأولاد كلهم قاعدين بهديك الغرفة. والخبز اليوم جبنا الصمون. والله أنا الصمون ما بحبه. سبحان الله كل واحد بيعب شكل. خلا ما ضل عنا خبز سوري، جبنا الصمون لبين ما يعني ننزل ونروح على محل السوري ونجيبه. ده تعو ماما، خليني أقطع الخبز. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو، وبشكركم على تعليقاتكم الحلوة وتشجيعكم الدائم. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق، وانتظروني بفيديو جديد. مع السلامة، في أمان الله.